نبلش هذا الفيديو حابة لكم رمضان كريم يا رب، ينعاد عليكم على كل احبابكم بألف خير يا رب. وما تنسوا كمان انكم انتم تحطوا لايك لهذا الفيديو. رح اعطيكم 3 ثواني لتحطوا لايك، 1 2 3 لكل الناس يلي حطت لايك، شكرا كثير لكم. انا رح احاول اعمل مقاطع يوميا بشهر رمضان، كل يوم عنا فيديو. فيكن تدعموني عن طريق انكم تحطوا زر اللايك وتنزلوا لتحت، تتأكدوا بليز اذا انتم مشتركين بالقناة، لان انا كتير حابة اوصل للثمانية مليون مشترك. تأكدوا انكم مشتركين. وهلأ خلونا نروح لكم للفيديو. عم تاكل؟ عم تلعب؟ خلصت الشغل؟ كله خالص. كله خالص. كل الفيديوهات خالصين، منتجت لي كل شيء والله. ليش اللعبة؟ تختاري اللون الأخضر. لون أخضر؟ علمك ياها؟ طيبين؟ بما إنه أشرف أكل لي أكلاتي أنا كثير متجاكرة منه، حفوت هلأ على اللعبة نفسها يلي هو عم يلعبها وجاكره فيها، وكيف بدي خسره. فهو فايت على هي اللعبة واللي هي اسمها أونو موبايل. هي اللعبة يا جماعة محملها أكثر من 250 مليون شخص، وهي اللعبة الأولى بالكروت، وكمان أجواء رمضان فيها بتاخذ العقل. بتعرفوا موسيقى علاء الدين، هدول الأشياء الحلوة كلياتها موجودة بقلب هي اللعبة. وكمان فيكم تلعبوها 2 ضد 2 بنسخة الموبايل. أنا هلأ حفوت على هي اللعبة وخسر شوشي، شوفوا شلون. أوكي حزت هلأ كرت. وين؟ وين يا جماعة؟ وين؟ متخيلين؟ من أول مرة فزت، وفزت على مين؟ فزت على أشرف يلي بضل بيلعبها. وكمان نسيت قلكن، إذا بتحملوا هي اللعبة وبتحطوا هذا الكود اللي طالع هون، حيجيكم كتير هدايا بقلب هي اللعبة مني لقلكم بشهر رمضان. ولازم تفوزوا، لأنه شعار هاي اللعبة لشهر رمضان نلعب معا ونفوزوا معا. وأنا هلأ رايحة أشوف ردة فعل شوشي. شو؟ خسرت كأنك؟ مرحبا يا حلوين، كيفكن؟ أنا ريما، واليوم رح كون مديرة لشركة كتير كتير كبيرة، ورح أوظف موظفين وأعطيهم رواتب، وفي موظفين حيعملوا مشاكل لازم فكر بحل معهم أنا وأنتو. وهلأ خلونا نروح ركض للفيديو. أول يوم وإجانا موظفين 2، لازم نختار واحد فيهم لحتى نوظفه. أوكي اللي لابس كنزة زرقاء عم يقول إنه أنا ما رح أخذ مصاري كتير وحأشتغل كتير كتير وقت، بس هو غبي. أما الثاني فقال رح أشتغل وأطلب مصاري كتير، حأشتغل وقت قليل بس أنا كتير ذكي. أنا بصراحة بفضل الإنسان اللي كتير ذكي أحسن ما يشتغل شخص 10 بروجكتات بس العشرة تحسون مو هالقد ظابطين، بينما شخص واحد يخصص وقت كتير قصير بس يطلع معه شي كتير حلو. فأنا رح أختار هذا. ياس أنا كتير آسفة والله. من أول مرة وظفت شخص عندي بالشركة صار مشاكل. أوكي واحد شو قال؟ أنا سرقت غرض من الأوفيس، ليكو هذا المتعرجف اللي عم يعمل لي هيك ومدري شو، وإنه مو فارقة معه، هو سرق غرض من الشركة. أما الثاني بيعمل رواية بشعة بالشركة. هلأ الثاني ممكن يكون عنده مرض بجسمه أو عنده شي شغلة، فأنا ما فيني أرفضه بس لأنه هو بيعمل روايح بشعة، يعني ممكن هالشي ينحل نطلب دكتور أو يشرب دواء معين. بس هذا الحقير يلي واقف على جنب سارق شغلة ومتعرجف ومدري شو ومو عاجبه العجب، رح قلعه روح ولا حبيبي هدل كمان الحقير، روح ولا كلب. إجا وقت أول راتب. شو هالمدير يلي هيك؟ بدي أعطيهم الرواتب هيك. لا فكرة ما عجبني، يعني ليش ما بزت لهم مثلا على كارت البنك؟ يو 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 خدي 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 والله 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 ما قصدي. في واحد ضل بلا راتب، حقول انه هو شغله ما كان ظابط ومدري شو كان عضو متاخر، حلاقي شي حجه، بس لا هاد غلط. استنوا في مشكله هون، في مشكله، في موظف
الصبايا وعم يزعجهم. الوقح وينك ولا؟ اخذت له صوره بتشوف لاشكيك للمدير. تعال لهون. لوين لوين عم تلف؟ عم يعمل مشاكل مع البنت. هي صوره ثانيه يا حقير، بدك تيجي تعمل مع هي مشاكل صح؟ اخذت له صور وهلا رح يطردوه من الشركه مشان يعرف الكلب كيف يتغالز على بنات الشركه. بيشوف لانه الشركه تبعي كثير نجحت، اجاني موظفين حابين يشتغلوا ببلاش بدون مصاري، فهل وافق لهم او لا؟ اكيد رح وافق لهم. انتو حابين تعملوا تجربه فاهلا وسهلا. انبسطت. اوكي وهون نرسم نجمه تن 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 تن. ياس ليك شو مبسوطين. يلا كلكم رح وقع لكم، يعني معقول انسان يجي يقول لي انا رح اشتغل عندك ببلاش وقول له لا؟ اكيد لا، اهلا وسهلا. اوكي شفتوا انا البوس اللطيف بالشركه اللي دائما بعمل مقالب وبمزح مع موظفيني. تو تو لو 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 تو لو 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 لو. في وحده عم تصورني هنيك. واو يوي عصب عصب. ليش عصب؟ هو بصراحه المقلب مو كثير لطيف، بس يعني انا كنت عم بمزح معه وانا البوس تبعه بالشغل عادي صح. اوكي اجوا الموظفين اللي وظفتهم جديد وخلصت الفترة التجريبية تبعهم، وهلا يا اما بوديهم للملف الاخضر انه انتم فيكم تكملوا شغل عنا بالشركة، او بشق لهم الورقة وبقول لهم خلص سوري انتم ما حتشتغلوا. هلا هو هذا الشخص شكله اشتغل منيح صح، بس هو مو كثير ذكي، انا رح اقبله واعطيه فرصة. هاي. اوكي يلي بعده. بصراحة لا انت رح ارفضك. يا جريبكي انا اسفه. طيب اوه هذا شكله اكيد لازم اقبله. ياس ليك شو انبسط. هلا الموظفين اجوا على الشغل وبهذا الشكل، اساسا ممنوع الاكسسوار. روحوا لك. لا لا ممنوعه. وهي روح. شو الشعرات هي؟ انت جاي على مكان شغل ولا جاي تسهري؟ يا عيب الشوب، شيلي النظارات وشيلي هدول الشعرات وشيلي الطوق، كوني بمكان رسمي محترم. انت شيل من هون شيل. يلا لشوف جايين لي على الشغل عم يجذبوها. يا جماعة في حدا من الموظفين نايم بقلب الدوام. هاي نايم. نقلعوا لك نايمين بقلب الدوام وانتم باجتماع. يا عيب الشوم. انا صح مديرة لطيفة بس بنفس الوقت انا مديرة صارمة، ما بصير تناموا بقلب الدوام. وانت شو عامل؟ هاي هاف فايف. ليش عم تزعل؟ لازم اعمل بسرعة هاف فايف. هاف فايف. اوكي هاف فايف. شكرا لشغلكم كلكم، انتم احسن موظفين بالعالم. ياس اوكي وانت الك كمان. ممتاز. مستعجلين على الشغل. بي بي بي. عملنا حادث. حادثين. يا مامي يا مامي. ثلاثة حوادث. وبالشرطة؟ لا مستحيل لا مستحيل. بهدل تبهدلت. اوه ماي جاد نزلت على الشغل كيف ما بعرف عامله كل هاي الحوادث، بس اوكي بدهم يزودوا رواتبهم. فشلتوا، ما حدا فيكم عم يشتغل، جايين عم تجذبوا لي اياها بالشركه، ما في لكم رواتب زياده، روحوا موتوا. صار شي حدا فيكم يعلي راتب. يس ما خليت ولا موظف يعلي راتبه بالشركه. بشوفوا انا لسه ما صرت عم دخل منيح لحتى اعلي رواتب للناس، غلط ما بيصير. لازم ادفع $140 سعر البيتزا بس بدون ما اعطيه فراطه يرجع لي 140. اوكي هي وهي هي 100. 1 2. ها ليش عم تبكي؟ والله عطيتك صح. عطيته صح؟ ما بعرف انا برياضيات حماره. اوكي انا بقلب الوظيفه تبعي واقفه جنب الطابعه، شو لازم اعمل؟ عم بطبع وشي. ليش؟ اوه شافني الموظف وعصب قال لي ريما شو عم تعملي؟ طبعا مو للوش. لا بدي اطبع وشي لا بدي اطبع وشي. اوه عم يطلع ومعصب. على فكره هي الطابعه لإلي والاوراق اوراقي، عادي بعمل اللي بدي اياه، حابه اطبع وشي شو بدك؟ ياس مش الحال طبعت وشي. ليك الصور يلي طلعت. انا عندي هلا اجتماع مهم مع شركه ممكن اعمل صفقات بملايين الدولارات، بس انا مكتبي ابدا مو مرتب، شو لازم اعمل؟ ايه عم الجرابات الطالعه لازم شيلها، السبينر لازم شيلها، هي لازم شيلها وهي لازم شيلها، بعتقد هيك منيحصل. لا 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 هي الصوره اللي عليها بوب ابدا مو حلوه، تخيلوا انا عم بعمل
بعمل اجتماعات وموجودة، والبوت مو مكانه والبوبيت مو مكانه، صح؟ هي ما بصير تكون موجودة. ها؟ ممتاز، مشي الحال. سمول بوس؟ أنا سمول بوس؟ أنا بوس كبير. أوه، عم راقب الموظفين تبعي. عم تشتغلوا؟ الكل عم يشتغل. إيه، طلعوا لي طلعوا لي مصاري، طلعوا لي مصاري، طلعوا لي طلعوا لي طلعوا لي. بسم الله، شوفي عم ينتبهوا، عم يعصبوا لأنه هن شايفيني إني أنا عم راقبهم. هو بصراحة المراقبة مو شيء حلو، عيب. المراقبة أبداً مو حلوة، وعن جد أنا ما كتير حبيت شخصية هذا المدير تبع الشغل، لأنه حسيته أول شغلة ما عم يعطي المصاري بطريقة محترمة للموظفين اللي عنده. مثلاً كان ممكن يحط المصاري بقلب ظرف يعطيه إياه، أو يحولها على الكرت أو شيء، عرفته، على البنك تبعهم. ما بيصير يقوس بالمصاري، شيء مو حلو. وتاني شغلة كمان، هو عم يعمل برانك بالموظفين تبعه، مو شيء لطيف. شفتوا الموظف عصب وراح، وكمان هو عم يراقب الموظفين تبعه، كمان مو شيء حلو. عيب تراقبوا أي بني آدم. فأنا من وجهة نظري هذا المدير مو شغله حلو، وهو ما له كتير إنسان ناجح بحياته. لهيك أنا ما رح ألعب هاي اللعبة وما رح كملها، لأني لقيته مو شخص لطيف وبس. فأنتوا إذا حبيتوا تدعموني بزر اللايك، ما تنسوا إنكم أنتوا تحطوه. وهل أنتوا رأيكم من رأيي إن هذا المدير ما له مدير منيح؟ حطوا لي لايك لهذا الفيديو، واكتبوا لي تحت بالتعليقات شو الفيديوهات الجاية اللي أنتوا حابين تشوفوها على قناتي. وبس، شوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي، ورمضان كريم يا رب. باي باي.